ما فينا نتغاضى عن هالمواضيع يلي عم بتصير أو هالأحداث اللي عم بتصير ببلدنا اليوم، ما فينا كمان نتغاضى عن الشق النفسي لهالأشياء اللي عم بتصير، خصوصي مع فقدان هالشهداء بالجيش اللبناني. ما ننسى أنه هالشهداء هن مش بس أولاد لأهل، إنما هن كمان بيكونوا بيات لأولاد، أولاد عم ينصدموا من فقدانهم إن كان بالخطف أو بالموت. خلينا اليوم نحكي عن هالشق النفسي لهالموضوع مع المعالجة النفسية إيفي شكور. أهلا وسهلا فيكي. إيفي، اليوم عم نسمع كثير بوسائل الإعلام وعم نشوف أوقات توصل، يعني بيوصل الخبر للأسف إن كان الأهل أو للأولاد للعيلة، يعني من خلال وسائل الإعلام. قديه هالشغلة ممكن تكون صادمة وتعمل تروما، صدمة دايمة للأولاد، أولاد الشهداء؟ هلا اكيد لازم بس بالعائله نعرف انه في اهل ام اب، يعني احنا اليوم عم نحكي عم يتعرض بالحرب لشيء دغري، لازم الاهل يستلقوا الموضوع الموجودين مع الولد ويفسروا له انه شو الوضع، اذا كان في خطف، اذا كان في موت، قبل ما يعرف الولد من اي وسيله اعلاميه ام قبل ما يعرف من الجيران ام من المدرسه بيسمع اشياء، لانه بصير هون الصدمه عم يتعرض لها أكثر من ما هي حجمها، يعني إذا بدنا نقول دوب الأمتريب بتطلع الصدمة عليه أكبر من ما هو حجمها. سو بس يكون في أي وضع هيك حساس مثل الوضع اللي نحن اليوم عم نتعرض له بالبلد، لازم الأهل، بعرف إنه بيكونوا مفجوعين، نجرب نشوف مين بهالعائلة أقل مفجوع ونقدر نحضن الولد ونخبره الخبرية بطريقة كتير بسيطة، ولا مرة ما نجاوب على أسئلة الولد، ولا مرة نخبي الاشي عن الولد، مثلا يكون الاب مخطوف نقول له بده يرجع، نعمل له فانتازم كثير بشعين انه هو بيقدر يرجع وبده يرجع، بس ليه ما عم يرجع؟ يعني بركي حق علي، بركي حق على العائله، بركي انا عملت شيء مثلا منه منيح. سو نخبر دائما الحقيقه مثل ما هي للاولاد. بما انه ذكرت الخطف، كمان نحن بنعرف انه بهالوضع اليوم الجنود كانوا مخطوفين قبل، ولما بنحكي خطف بنحكي هالاختفاء المفاجئ كمان للولد، كيف بدنا نفسر الخطف قبل ما نفسر الموت؟ يعني عم بتقولي انه يمكن الولد يحس حاله هو مذنب، يمكن الولد يفكر انه زعل مني بيي وتركني وفل. يعني اليوم الخطف كيف بدنا نفسره لاولادنا؟ بدنا نفسره بطريقه بكلمات كثير بسيطه باللبناني، بكلمات كثير صغيره وبسيطه، انه شو عمله لهالولد الاب، وين راح، بطريقه كثير حلوه بدون ما نكبر له راح مثلا المجرمين، نستعمل كلمات للعدو اللي عم بيروح لعنده هالاب كثير قاسي وكثير هيك اجريسيف، يعني عم نحقن اجريسيفيتي، نعطي الواقع مثل ما هو بطريقه كثير مبسطه، ونفسر له انه بالحرب شو بيصير، انه اوقات بياخذوا اسرى، بياخذوا اشخاص بحطوهم عندهم لحتى يقدروا يساوموا عليهم. هلا اليوم لسوء الحظ النتيجه كانت انه هالاهالي ما راح يرجعوا توتفوا، بدنا نفسر له للولد انه هالاب مات بهالدات بهالمطرح على ايد هالاشخاص. إذا سأل هالأشخاص ليه؟ شو صار ليه، بدو ينقلون أنه دايما بالحياة في ناس منيحة وفي ناس عاطلة، هول الأشخاص اللي قتلوا بيك اللي كان عم بدافع عن أرضه. كمان هون نفسر له لهالولد شو معنات الدفاع عن الأرض، يعني لما يتعلق بالحرب وبالأجريسيفيتي وبالقتل وبالذبح، يتعلق أنه بيو كان عم يدافع عن الناس، كان عم يدافع عن الأرض، كان عم يدافع عن وطنه. هي رسالة كتير مهمة وكتير يعني فيها قداسة. بقى هون منعلي كمان من شأن هالأب أنه ما مات بظروف هيك ما بنعرف كيف، وهو مات تكون موته كتير شيء هين، لا نعمل، لأنه هي الحقيقة مش عم نكذب، نعمل نخبر، مش نعمل قيمة، نخبر الحقيقة اللي هي القيمة، كيف مات هالأب، ونفسر له أنه هول الأشخاص هن ناس مرضى، هن ناس أكيد تعرضوا بحياتهم لأشياء كتير بشعة لقدروا وصلوا لهون، عندهم الشر، عندهم الموت، عندهم الغضب طاغي عليهم، غريزة الموت طبعا. نفسر لهم أنه دماغهم ما قادرين يستوعبوا شيء حلو بالحياة، عم بيستوعبوا بس الأشياء البشعة، الدم الإكسترا. سو مشان هيك قتلوا، مش عم بيقدروا ما قدروا يتحملوا أن يشوفوا في رجل مثلا بيك مناضل بدافع بشرف إلى آخره. فيحطوا الفالور المضبوطة، نحن ما عم نقول يقلهوا، لا يحطوا الفالور اللي هي فريمون الحقيقية، بس دورة مضبوط، يعني عم نحكي تقديه. قبل ما نتابع ونحكي كمان عن صورة البطل كمان بعين الأولاد، خلينا ناخذ اتصال. ألو ألو
صباح الخير، اهلا وسهلا، مين معنا؟ صباح الخير، مين معنا؟ معلش اذا ما قلت اسمي. طبعا تفضلي. اكيد. بليز، انا صار معنا حادثه بالعيله، توفى زوج اختي وعندهم اولاد، وقلي لهم انه سالوا صغار، هن عمرهم 5 6، سالوا انه وين راح، انه فجاه اختفى. قلنا له راح عند الله، الله اخذه. بقى سالني ليش الله اخذه، كانه ركبت بعقله انه الله مش منيح، الله بياخذ اخذه، انه صار في عنده نيجاتيف ايديا عن الله. بقى بهيك حاله وبالولاد الصغار شو مفروض نعمل، يعني شو مفروض نحكي؟ نعم. شكرا، اهلا وسهلا فيك، شكرا لاتصالك. انا بفضل انه ما ينقال الله اخذه، لانه الله شيء حلو، شيء منيح. سو بس يجي هالولد اللي عمره عم تقول 5 6 سنين يفقد شخص بحبه كثير ونقول له راح عند الله، نحن يمكن هون مشان نطمنه انه هو بايدي حلوه بايدي امينه، بس هالشيء كثير الولد بيأذي، انه هالشيء المنيح اللي انا لازم احبه اللي هو الله بيحميني بطلب منه حسب يعني عقائدهم بالعائله، اجى اخذ لي اغلى شخص عندي اللي هو والدي، ما بيقدر يستوعبه، في يعمل رده فعل، بعدين في على كبر يصير عنده نوع من الاجرام انه الله اخذ لي والدي. بقى هذا الشيء انا بفضل ما ينقال. هلا شو بده ينقال؟ يمكن هون بيصير في اشياء بدق بالايام. نعم. يلي رح بتكون لازم تكون موجوده عند الولد وبتروح، يعني ما بيعود كانه يامن بهالايام هيدي، تحديدا الايام الدينيه. مزبوط يعني مزبوط. هلا انا عياديا بس يجوا لعندي كثير اشخاص بيسالوني انه في موت احد، شو بدنا نقول؟ اجمالا بفضل شوف هني شو عندهم، هني شو عقائدهم، ومن عقائدهم نعمل لهم سيناريو حقيقي للموت. هلا فينا نستعمل هالسيناريو اللي هو كثير حلو، انه الانسان اول ما يخلق بيكون موجود باحشاء امه، بيكون موجود بعالمه، هيدي حياته، هيدي الحياه تبعولته، وهو مفكر انه هيدي احلى شيء ومبسوط، بس بده يطلع للحياه اللي هي حياتنا، الحياه الثانيه، بيتعذب. في اك داغريسيفيتي بالنسانس، في صريخ، في بكي، في وجع، بيستغرب، بفوت على عالم جديد، فوالا بفوت على حياه جديده. يمكن هو اول شيء ما بيكون مبسوط، بده يضل محل ما هو، وبده وقت لحتى يعمل هالديتاشمنت، هالانفصال عن الام، ويتقبل هالحياه الجديده ويبلش ينبسط فيها. بيعمل الميسيون تبعولته هون، وبيرجع بينتقل على حياه ثالثه اللي هي نحن ما بنعرفها، ويمكن تكون شيء كثير حلو مثل ما هو استقبل هالحياه اليوم هون وهي كانت حلوه، وهو هلا عم بيخوض حياته الثالثه اذا بدك يلي ما بعد اللي نحن ما بنعرفها. حكينا عن الولد طبعا، عن كيف عم بيفكر لحتى يتقبل هالموضوع او لا. اوقات بنحس كمان، يعني رح نحكي شوي عن المراحل اللي بيمرق فيها الولد لما بيكون تحديدا فقدان الوالد العسكري. نعم. الوالد يلي عم يخدم الوطن، ببعض الاحيان بيقول الولد طب ما انا ما يعني كان حب الوطن اكثر مني، حب الوطن اكثر مني، حب الناس اكثر مني، لحتى راح وتركني وضحى بحياته وما اهتم فيي انا. يعني شو منقول له هون للولد؟ هلا رح جاوب على السؤال، بس نحن بهيك حاله الولد شو ما لازم يسال، بعرف انه الاهل بيكونوا مفجوعين وبعرف حالتهم النفسيه بتكون كثير مزعجه، يجربوا يستعينوا بحدا اكثر شيء قادر يعطي بوزيتيف. لازم الجواب اللي بدنا نعطيه دائما يكون عم بيخلي هالولد عم يتمسك بامل، ويكون في نفحه بوزيتيف، نفحه شيء حلو، مش ايه مثلا معك حق انه راح وراح رخيص وشو نفع وهو لا. لو نحن يعني لو فيها يمكن شوي هيك، هي فيها الاثنين، نحن ما لازم نكذب عليه، هو فيها يمكن انه راح مثلا له سنتين ميت، منا هينه وما حدا بيعرف عنه شيء، كل هالسيناريو، بس نجرب ما نضوي على السيناريو، نضوي على السيناريو الثاني انه هو لانه بحبك دافع عن الوطن، مش لأنه ما بحبك، مش لأنه ما بده يهتم فيك، مش لأنه فضل الوطن عليه، لأنه الوطن شيء كتير منيح. يعني قدين إحنا بنكون عم نعطي لهالطفل حب الوطن اللي هو شيء كتير منيح. ما الأب هو وطن، يعني راح الأب بس بقي الوطن، يعني فسر له إياها هيك. هيدا الولد عنده فراغ اليوم، نص شيء بحياته راح، نجرب يتمسك بشيء، بده يتمسك بصوره ذكوريه، بده يتمسك ب يعني بده يتمسك بشيء. رح نحكي عن هالموضوع، رح نحكي هون يمكن بتصير صوره البطل بنظر الولد. ولا هون بترسم. خلينا ناخذ اتصال. الو الو الو، يا هلا تفضل. صباح الخير لك ولضيفتك. صباح النور، اهلا وسهلا فيك.
وحياتك، بس بدي ضوي على شغله صغيره. بالنسبه للشهداء اللي راحوا الله يرحمهم، بس اللي بعدهم موجودين وهن عم يتجولوا بقلب عرسان مثل ابو طاقيه وابو عجينه، مين بحاسبهم هودي؟ هن اللي سلموا العسكريه. انا عسكري سابق طلع بتقاعد، انا كنت بتمنى لو انه بيفتحوا مجال للعسكريه القدامى انه كنا نشارك بهالمعركه. بس انه وين الدوله؟ وين المسؤولين؟ وين الغياره؟ وين هالعالم كله سوا؟ بطل حدا يطلع صوته هلا، بطلوا يغاروا على عرسال وعلى عرسال وما بعرف شو. شكرا لاتصالك. انه العسكريه اخذون على الجرد وقتلون، شي سلموه شي ذبحوه شي قتلون. بعدين الرائد بشعلاني قتلوه على مرأة ومسمع العالم كله سوا، والمعاون زهرمان، انه اللي كانوا مسؤولين، اللي كان رئيس الجمهوريه السابق وقائد الجيش والمعاونين اللي كانوا معه، هودي لازم كلهم يتحاسبوا. شكرا لاتصالك. نحن بنفهم الصرخه يلي هي صرخه كل اللبنانيين. على كل حال، كيف اذا كان حدا من عائله هالعسكريين يلي انفقدوا وبعدين اكتشفنا انهم توفوا، صرخه الاولاد اليوم، اذا كان عندنا اولاد مراهقين، اذا كان في اولاد شباب وصبايا اليوم بالبيت صاروا بيفهموا اكثر من ولد عمره تحت العشر سنين يمكن، وبيقولوا انا كمان بدي حاسب، انا بي بطل وانا كمان بدي انتقم له، او بدي روح وبعدين اعمل شيء يرد له اعتباره أو يرد لي ولأنه يشفي لي غليلي. صورة البطل اليوم شو هي؟ كيف الولد بيشوف بيه بصورة البطل؟ وين نحن لازم نوقف كأهل؟ يعني أوكي. لحتى مثل ما تفضلتي وذكرتي ما نزيد ما نكتر وما نعمل صورة يعني مكبرة للولد كمان. هلا هي صورة اليوم أبطال اللي الشهداء كبيرة، بس نحن اليوم ما بدنا نحمله لهالولد زيادة، إنه بيك مثلا كمان ما فينا نقول له لهالولد إنه أنت ما بحياتك رح تقدر توصل لهالأب، لهالصورة تبع الأب، قد إيه كان هو بطل أنت ما رح تقدر، ما فيك تدقرها، ما فيك توصل له. كمان هون بنحطه بالإمبيسانس إنه أنت ما بحياتك رح تصير مثل الأب، قد إيه هو مهم. يعني نخلي الأشياء تقدر توصل للوعي تبع الولد. اول شيء بس بدنا نقول له انه الاب توفى، اذا كان حيلا عمر الولد ما بيعمل رياكشن، بيخبط، هالتروم الصدمه اللي عم يتعرض لها بتخبط بتنيمه هيك. بنقول ما قلنا له انه والده توفى وبيه بطل وخبرني، ما تاثر، مش مزبوط. هو بلعها امتصها مثل الاسفنجه امتصها، بس بعد ما اخذت المي ونفشت، بعد شوي بصير لاحظ مثلا تراجع بالمدرسه، انطوائيه الى اخره، مثلا ما بياكل ما بينام، يعني هول ينتبهوا لهم، هون بيكون عم ببين حزنه. بقى هون بدنا نرجع نبلش نقدر نلم هالولد انه هو هون عم بيعمل الحداد، فتره الحداد تبعوله. هلا نحن اليوم الصوره تبع الاب لازم نبينها انه مثل ما هي، ما بدي اقول بطل انا، يعني كأنه عم نحكي انا وياك، كأنه عم نحكي مع اي شخص ناضج. يمكن هون كثير مهم انه اكيد الولد هو ولد، بس تفكير الولد نحن ما بنقدر نعرف قد ايه هو ناضج بيكون اوقات. نعم. يعني اذا كل ما بنحكي نحن معه بالطريقه يلي بنحكي مع بعض كاشخاص ناضجين، هيك لازم نحكي، كل ما يمكن بيستوعب وبيفهم الواقع اكثر وبيصير شخص واقعي، ولازم نخبره عن واقع الوالي، انه شو عميل، وين راح، مسيرته، لحتى يضل عنده هالصوره الحلوه لهالاب، مش مثل ما قلنا انه حب الارض ام حب الوطن ام راح الحرب، وهيدي كانت شغلته، هيدي كانت الميسيون تبعولته. هلا بما يخص انه نقدر هون عنا شغله صعبه شوي بدنا نمرقها، ما كثير نجيش على هالولد انه قتلوه ذبحوه عملوا له، يعني لحتى ما نحط عنده روح الاجرام، وبعدين نجرب ندور يعني بهالمعركه كلها. انا ماني كثير متابعه وما بدي احكي بعد، بس بهالمعركه كلها نجرب نضوي على نفحه صغيره انه لا، هالاب تدافع عنه بما انه راحوا من عمل الحرب ونطلعوا من الارض لنقدر نعرف مصير هالاب، يعني وانه بتصير ويعني دائما هون بنقول من مجرد ما شخص ينخرط بالجيش معناتها صار في خطر عليه، مزبوط. وصار في ريسك عم ياخذه يوميا، مزبوط. مثل ما يعني دائما بيذكروا يعني شوادي مارياج، نعم. كان بين، نعم. هالكوب قبل، نعم. ما يجوا الاولاد انه هي كانت عارفه، نعم. انه هالزلمه هيك بيشتغل. انا اتصال كمان. الو، بونجور، اهلا وسهلا، تفضلي. يعطيكم الف عافيه. يا هلا فيكي. ومنترحم على كل الشهداء اللي راحوا. أكيد. بس انا لي طلب من الاعلام بشكل عام، ليه ما بيكون نهارنا حداد على القليله على التلفزيون؟ يعني نمنع كل شيء في برامج،
كل شيء فيه أغاني، كل شيء فيه دعايات، ونعمل يوم حداد وطني على القليل لألهم، لأنه عيب علينا نحن اللبنانيين إذا دولتنا مش سألانة نحن ما نكون سألانين. وميرسي كتير لألكم. أهلا وسهلا فيك، أكيد دايما الصوت بينسمع من خلال شاشة الـMTV، وأكيد دايما القرارات بدها يمكن كذا طرف لحتى تتاخذ. على كل حال نحن على طريقتنا عم نوجه تحية لكل الشهداء. خلينا نحكي شوي عن مراحل يلي بيمرق فيها الولد. نحن بنعرف أنه في مراحل للحداد بشكل عام، هل مراحل للحداد بشكل عام بتصير نفسها هون أو بيتخلق أشياء تانية، تشعبات تانية؟ اليوم عم نسمع كل الناس والرأي العام كمان، الأولاد عم يسمعون نفس الشيء. يعني إذا الأهل كمان جربوا قد ما فيهم يحضنوا ويضبوا الموضوع، الرأي العام، السوشيال ميديا كمان، يعني حتى ولو الإعلام ضبطها بشكل معين، السوشيال ميديا ما عم تضبطها، أدي تداعياتها كبيرة على الأولاد. هلأ نحن الولد بس يفقد بيه بيرجع بيعيش مرحلة كان عم بيعيشها بين عمر 6 إلى 8 شهور، هي قلق الانفصال عن الأم. يلي هو الولد بس يكون فكر حاله هو أمه شخص واحد، كيان واحد، وهالآخر ما مش عم بيقدر يستوعب أنه في الإترانجي الغريب الآخر بهالعمر. هو كتير طبيعي بصير ينزعج من وجود الآخر لأن بصير يعرف يكتشفه. هون اليوم الولد بده يرجع يعيش هالانفصال اللي انعمل عن الأم، عن هل هو ذاته يعني اللي هو بيها واحد مع الأب، إنه هز الشقفة منه انفصلت عنه وما عادت موجودة. نحترم أول شيء زعله، نحترم دموعه، مش مثلا ما تبكي، نحترم هو كيف بده يعمل هالرياكسيون. في غضب بده يمرق بمحل لازم معين، يمرق بغضب. أي متى كيف يمرق المراحل بشكل تدريجي؟ الأولاد إجمالا يعني بيعملوا كريسة الغضب مش دغري من بعدها. في أولاد، في بعض الأولاد بس يخبرون بيبكوا بيغضبوا، بس في أولاد كتير بيلملموا حالهم بيسكروا، بدهم وقت ليستوعبوها باللاوعي شو معناتها، ليرجع هالقلق الانفصال، يرجع يعيشها كيف عشتها. كل هولي بياخذوا شوية وقت، بس لازم نحن دايما نواكب الولد بكل مراحله، دغري عمل الغضب ولا أخذ وقت، ونضل لو أخذ وقت مثلا لاحظنا شهر شهرين ما عم بيحكي بالموضوع، نحن نحكي بالموضوع، نحكي لازم يظهرهم، نحكي عن هالأب، نحكي عن قدي كان منيح، قدي يمكن تعذب، قدي عايش مراحل لحتى ناضل. وبخصوص المراسم الدفن دايماً عيدياً بيسألوني هل لازم يكونوا موجودين أو دايماً بيسألوني، أنا ما عندي جواب بقلهم، بس بساعدهم بقلهم أنتوا شو بتكون. إذا قالوا أنه هن شايفين أنه لازم يكونوا بقلهم فإذا لازم يكون هالولد، بس انتبهوا ما تحطوه بالصفوف الأمامية، ما تحطوه مثلا مع شخص منه قادر يحمل حاله عم ينهار وعم يقع، جربوا نقولوا حدا من العائلة قادر يسنده وقادر يفسر له شو عم بيصير وقادر يعيشه هالمرحلة أنه أنت جاي تودع هالأب. وأكيد ما نعمل يعني إشياء أوفر، نضلنا نفكر أنه في ولد، في ابنه اللي هو مركز أساسي، أم بنته مركز أساسي وجوده، ما نفتح مثلا، ما نفرج الجتات ما هيك. بس عفوا يعني أكيد مش مفروض الولد يشوف هيك شيء اللي نعم. بيكون شيء عنيف جدا يعني إذا قادرين نحيط الشغلة بس ناخد بس الولد. ما بيعمل ولد نكران نوعا ما، خصوصي بوضع مثل اليوم بلا. يعني اختفى الوالد بلا. وما شافه لما رجع، ما شاف حتى أنه هالجثة يعني ما عارف شيء مأخر يعني بعد كان عايش سنتين يعني عم نحكي، مش أنه وقت قليل يعني، في رفات ما في حتى جثة. قدي بيكون في نكران هون أنه ما عم صدق أنه بي توفى، لا ما توفى، لا رح يرجع، لا هو بعده عايش. يعني لازم الأهل برجع بقول يعني هني مفجوعين، بس لسوء الحظ عندهم دور كتير أساسي أنه لازم يرجعوا يرجعوه للواقع. ما فينا نتركه بالنكران يعني بتكبر معه. قدي بيكبر الولد وبينضج بيها الفترة، يعني قدي هالمرحلة بتكون ولو كان عمره 5 أو 6 أو 4 سنين، قدي منحس كبر أكيد وصار كأنه هو مسؤول. إذا كان صبي هون بلبنان تعرفي منحس كأنه هو صار مسؤول عن العائلة، وأنت محل الوالد وأنت بدك تهتم بأمك. لا ما نعيشه لأنه بعده ما فينا نقتله طفولته لأنه الأب توفى. بالعكس إذا منطمنه أنه أنت رح تضل عايش كيف مثل ما كنت عايش، ويجربوا أنه يأمنوا هالشي، ما رح ينقصك شيء إلا وجود وحنان وحب هالأب اللي رح نجرب أكيد العائلة الجد
الخال العم يقدروا رجل ما بالعائلة يقدر لازم يعبي هون هالفرق. أنا بشدد للأمهات أنه لازم يضل في ولو باللاوعي تبع الأم صورة هالرجل هالأب اللي بده يتمسك فيها ابنه لبعدين. من هون منوصل للذكريات. بيقول ألبير كاميو بكتابه الترانجي إذا الإنسان عاش نهار واحد ممكن يكمل كان في سجن بها القصة ممكن يكمل حياته بسجن مؤبد هو وعم يتذكر تفاصيل هالنهار يلي عاشه تفاصيل حياة الأب قدام همة لوين ولأي عمر نحن لازم نضل نحكي فيها ونعيش إياها ونشوف الصور والتياب والنفس ونحكي عن كل التفاصيل الدقيقة لها الوالد حكيه وكل شيء. هلأ أول مدة لازم ينحكى بتفاصيل لازم يضل ينحط الذكرى بعدين لازم هالذكرى تصير ذكرى حلوة بدون ألم إنه نحن اليوم عايشين على ذكرى هالشخص اللي منحبه لأنه في مراحل إلنا بدها تمرو ما نعود نفوت بديتايات المؤلمة الديتايات مثلا تيابه وريحته هدول ينتهوا بعدين بدهم ينتهوا يكون في ذكرى لبعدين حلوه معنويه لحتى يقدر يعمل يتمسك فيها الولد بهاللاوعي بهالتفكير يعني يقدر يشوف صوره اب حلوه صوره بطل مش صوره شخص عم بفتقده خلص فقدته ما بقبض يعني اول مرحله بنشوف مثلا هيدي كبيته هيدا اغراضه والاشتياق يعني. الاشتياق بده يضل موجود بدنا نجسد هالاشتياق بكلام حلو عنه ونضل نحكي عنه يعني في كثير اهل بيقولوا ما بدنا نحكي عنه لا لازم تحكوا عنه مع الولد لازم دائما ولا مره لازم نوقف نحكي عن هالشخص اللي توفى ونعرف الولد شو بده ونحس فيه أكيد. ونسمع طلباته يعني اذا نسمع مشاعره نقول له انت شو عم بتحس ولا انت شو عم بتحس مش انه نحسسه انه اذا انت اليوم زعلت هذا الشيء لا ما لازم لا هو لازم يزعل ما انا زعلانه ليه هو لا مضبوط ما عم بقلي يعني انه هو يزعل اكيد بده يزعل نحترم له حزنه نخليه يجسد حزنه بكلمات شو معنات انك حزين شو عم بتحس شو مشتاق عنده شو بدك عنده شو عم بتنبش عنده يقدر يظهر كل هالمشاعر لحتى ما تخنقه من جوا وتعمل له امراض اخرى ممكن تصير امراض جسديه حتى اكيد بدي اشكرك اللي بشكر معالج نفسي على كلامك اكيد وهالكلام يعني ان شاء الله هيك يقدر يريح ولنه شوي هالأهل المفجوعين شكرا لك بريك صغير ومنتابع خليكم معنا